عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله باش نبداو مع بعضنا فورماسيون تيسبرينغ، دورة تيسبرينغ. شنو هو تيسبرينغ اكزاكتومون؟ شو يعني تيسبرينغ؟ هو موقع، هو عبارة عن موقع لتصميم التيشيرتات، يعني موقع لتصميم المراوي للتيشيرت. الموقع هذا وقع تأسيسه سنة 2011. الفكرة متاعو اكزاكتومون هي تسهيل عملية بيع الملابس ذات التصميم الخاص. يعني موقع تيسبرينغ يحتوي على مجموعة من مصممي التيشيرتات، وبعد ذلك يقوم موقع تيسبرينغ بتنفيذ هذه التيشيرتات والقيام بشحنها للعميل المستهدف. يعني العملية تتم كالآتي: أولا تقوم بعملية التسجيل في الموقع، ثاني مرحلة تقوم بتصميم التيشيرت الخاص بك، تقوم بالتسويق له على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأساليب أخرى، وبعد ذلك عندما يقوم العملاء المستهدفين بشراء هذا التيشيرت يقوم موقع تيسبرينغ بطباعته وشحنه مباشرة. هذا هو موقع تيسبرينغ. إن شاء الله في هذه الدورة سنرى كيفية تصميم التيشيرتات، كيفية البحث عن تصميمات رائعة، وكيفية التسويق لهذه التيشيرتات. لكن قبل أن نبدأ في هذه النقطة، سأسرد عليكم بعض مميزات هذا الموقع. أول ميزة هو أنه بإمكانك أن تحدد نسبة أرباحك على كل تيشيرت. هذه النقطة الأولى. مثال: لو وضعت تيشيرت سعره 25 دولار، بإمكانك أن تحدد قيمة ربحك بين مثال 8 دولار و10 دولارات، يعني أنت بإمكانك أن تحدد ربحك. النقطة الثانية: الموقع يساعدك كذلك على الترويج لتصميماتك عبر عرضها على الموقع، فبإمكانك أن تقوم بإنشاء متجر لبيع التيشيرتات الخاصة بك على موقع تيسبرينغ مباشرة. النقطة الثالثة وهو أنه بإمكانك الحصول على أرباحك مباشرة عبر الباي بال، وهي طريقة سهلة ومعتمدة. وفي القناة الخاصة بي يوجد فيديو عن كيفية عمل حساب باي بال مفعل. رابع نقطة وهي أن التسجيل على موقع تيسبرينغ مجاني، مجاني بالكامل. النقطة الخامسة: الموقع يوفر لك منصة خاصة للمصممين، يعني بإمكانك أن تقوم بتصميم التيشيرت الخاص بك من الألف إلى الياء، يعني تقوم بتصميم التيشيرت الخاص بك على الموقع مباشرة، أو بإمكانك تحميل تصميمات قمت بشرائها أو قمت بعملها على الفوتوشوب أو الإليستراتور أو غيرها من برامج التصميم. النقطة السادسة هو كما قلت يمكنك عمل تصميمات ورفعها مباشرة على موقع تيسبرينغ. النقطة السابعة وهي نقطة مهمة للغاية، أنه بإمكانك التسويق لتصميماتك لتيشيرتاتك لأي دولة تريدها، فموقع تيسبرينغ يقوم بشحن التيشيرتات لأي دولة بالعالم كانت، لأي دولة. فإن أردت أن تروج تيشيرتاتك لفرنسا فبإمكانك ذلك، لأمريكا أو أستراليا بإمكانك ذلك، أو غيرها من البلدان العربية. فموقع تيسبرينغ يحاول لك شحن منتجاتك لأي بلد تريده. النقطة الثامنة وهي نقطة التسويق لمنتجاتك، فبإمكانك أن تسوق بمنتجاتك عبر الحملات الإعلانية لي بوبليسيتي سبونسوريزي على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر طرق مجانية. النقطة التاسعة والقبل الأخيرة أن الموقع، موقع تيسبرينغ كما ذكرت سابقا، يقوم بعملية إنتاج التصميم، يعني يقوم بعمل التصميم لعمل التيشيرت وشحنه مباشرة للمشتري. والنقطة الأخيرة أنه بإمكانك أن تصمم غير التيشيرتات، بإمكانك أن تصمم أكسسوارات، بإمكانك أن تصمم أكواب وغيرها. كما ترون هنا لدينا فون، كاسز، أكسسوارز، ماكس، إكسترا. كما ترون هذا هو موقع تيسبرينغ. بإمكاننا أن نقوم بتصميم تيشيرتات مثل هذه التيشيرتات. كما قلت بإمكانك أن تصمم هذا التصميم داخل الموقع،
أو بإمكانك مباشرة أن تقوم بتحميل اللوجو الخاص بك ووضعه على التيشيرت مباشرة. بإمكان أن نرى هنا تصميمات أخرى لآيفون، دوك كما ترون بإمكاني أعمل تصميمات، بإمكاني كذلك ليجينج كما ترون، والكثير من المنتجات بإمكاني كذلك أكواب، عمل صور لأكواب وعرضها وبيعها، والكثير من المنتجات التي بإمكاني أن أقوم بتسويقها. هذا هو فيديو تمهيدي لدورة سبرينج، إن شاء الله ستكون دورة مميزة بتفاعلكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا عمل اشتراك بالقناة، عمل لايك وتشير، ولا تنسوا كومنت، وإلى لقاء قادم بإذن الله.